لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا العرض المثير الانطلاق الكبير نحو الناموس والانتصار سلوم الغصن سلام ومشكور يا عامر على هذا التقديم المتميز عامر بن عبيد اللي قدم لنا تحديات الغصن والتهنئة لمحمد بن عبيد عامر بن عبيد بن بعيران تستاهل فوز الغصن وانتزاعها لشوط البكار اللي قايا الانتاج ويقولون دائما ناموس الانتاج ناموسي تستاهل خير جل عمرك طويلة وبريك والناموس واحد ما يحتاج كيف شفت شوط البكرة اليوم؟ والله شوط قوي وفيه ناس مرشحين وفيه بكارة سباق والحمد لله توفيق من الله عامر بس أحب أذكر الأخوة المشاهدين بأنك أحد أبطال الماراثون دائما ما أخذ يمكن سيارتين في الماراثون زي طال عمرك ما أخذ سيارتي سيارتين في سباق الماراثون سيارتي ومنافس على السيارة الله الله ثاني كم مرة ثالث الله الله بحكم انك مضمر بنفسك وتركب دائما في السباقات اكيد انك من المضمرين اللي يعرف المطيه متى تحتاج اللياقه والتدريب، هل تشوف ان المطيه جاهزه؟ والله يا ولد ما بعد جهوز، المطيه الحين على وجه جهوز ما بعد بعد الجو حار لكن على ما قال لكل مجتهد نصيب. بعد فوز الغصن بالشوط الانتاج الاول، هل ممكن انت تخاويها تسرحها بما انك ركاب درجه اولى؟ سرحها وين؟ دورها وتجيبها وتخاويها. اي لازم هذه لازم اكيد اكيد. وانت تريض مره واحده؟ اكيد مره اكيد. نعم الله يوفقك ذكرنا بسلالتها سلالتها طال عمرك بيها المهند ولد سياف بعير راشد بن عبيد البعيران وهي أول إنتاجه وأمها على الباسل بعير عامر هذا كيف شفت مسارها في الشوط اليوم متى طلبت منها الناقة ما شاء الله الناقة تروح قدام تروح قدام والناقة سوق والعام طول العمر كان فيها ضلاع ولا سلمت منه لا عوج الختاميات ريحتك اليوم في المساير لا بشتك الحمد لله رب العالمين الناقة طيبة وتروح قدام المطيه اللي تروح قدام دائما تريح رايحها هذا فوز وناموس من تهدي أهديه العشاق الشعار ولأبو ذيب أبو ذيب عبيد بن ذيب البعيران وفرج بن محسن عبيد بن محسن أخي محمد الله الله يستاهلون نجعلنا المسلم دائما شكرا جزيلا مرحبا بك مرحبا شفت نوم لابته لابته وقفة شوميلة شوميلة شوميلة